كالعادة الاتفاق خطر في التحولات الهجومية والهجمات المرتدة. اليوم شفنا الاتفاق يلعب هذا الأسلوب بطريقة جدا مميزة. اليوم لما تيجي وتشوف التشكيل الاتفاق كان جدا مميز خصوصا في الارتداد، وجود هزازي، سليتي، كيش، وكويكبي. شوف كوايسون من وين طلع وين وصل، وكوايسون ما شاء الله عليه، يعني من آخر لاعب إلى أول لاعب، قدم يعني جهد كبير في حتى في طريقة الإنهاء، كانت يعني بعد ما تبذل هذا المجهود الكبير والمسافة الطويلة هذه من المهم جدا انك تكون هادي في الـ في الـ في, الـ في الانهاء، وكان يعني انهاء بطريقه جدا مميزه. شفنا هذا الاسلوب في كثير من الكور اليوم يعني خلال المباراه، اعطى يعني قوه كبيره في الاتفاق، يعني مثل ما قلت كان نظرتهم دائما على الامام واضحه، جاء هدف منها، وفي في في فرص كثيره الاتفاق كان ممكن يزيد من كميه الاهداف من خلال هذا الاسلوب اللي اعتمد عليه بشكل جدا مميز، خصوصا في سرعه كويكبي، ونفس الشيء تميز نعيم السريتي اليوم. الاثنين كانوا ممتازين، كوايسون اشرك كمهاجم يعطيك، اشرك خلف المهاجم يعطيك اكثر.